ده برضو على بنطلون جينز بلوزة، بس المرة دي الاختلاف في انها فيها فولونات على الكمام. الفولونات السنة دي طالعة موضة قوي، لو تفتكوها كانت زمان موجودة في الثمانينات والسبعينات. دلوقتي البلوزة دي على الكم، في منها طبعا على السدو، في كذا شكل ليها. الموديل ده مش بفضله للي هم عرض في الكتفين او الصدر ممتلئ، لانه هيزيد عرض اكتر. لازم تكون كنزه شويه من فوق بحيث ان هو يديها ايه عرض اكتر شويه، يتناسق مع باقي جسمها. طبعا اللون الروز ده لون بيليق على البشره السمراء، وصحيح انه معظم السمر ما بيحبوهوش، علشان وهم صغيرين اهاليهم مثلا بيلبسوه لهم كتير، فبيطلعوا اوتوماتيك ما بيحبوش اللون الروز. بس هو السنه دي اللون الروز اكتر الالوان موضه، يعني بدرجاته كلها من الفاتح قوي لغايه الفوشيا. فاللون الروز بيليق اكتر على السمر يعني عن البيض. البيض بيديهم شويه بهتان، يعني اذا كان لازم يدخل معاه الوان غامقه، يعني يبقى الفوشيا مثلا امبريمي معاه فيديله شكل ايه اجمل يعني. ودلوقتي برضو هنسال سونيا عن ايه هي مواصفات عريضه الازياء. نقدر نقول مواصفات ومقاييس عريضه الازياء ان هي اهم حاجه تكون شخصيه استعراضيه على قدر كبير من الثقة بالنفس، واثقة في نفسها كويس عشان ما تتهزش طبعا وهي طالعة على الستيج وحواليها عدد كبير من الناس تخاف منهم او يبقى عندها الهيبة. لا، لازم يكون عندها نابع من داخلها الروح اللي هي الجاذبية تجذبك. مش شرط ان هي تكون جميلة، عريضة الازياء مش مهم ان هي تكون امورة، على قد ما تكون جذابة بتعرف تعرض الحاجة للمشاهدين. يكون طبعا القوام بتاعها ممشوك، ما ينفعش يكون ما تنفعش تكون مليانة او جسمها مش متناسب مع بعضه. اما بالنسبة للصفة الاساسية اللي كل بنت بتسأل عنها اللي هي بتتمناها، عارضة الازياء مش شرط تكون ان هي طالعة عارضة ازياء، لا، اي بنت تتمنى ان هي تكون موديلينج في حياتها، يعني عارضة ازياء في حياتها او عارضة ذات نفسها لشكلها للبسها لكلامها لكل حاجة فيها. طيب ممكن نقول الصفة الاساسية اللي هي بتعتمد فيها كان هي تطلع على الستيج يكون 170 سنتيمتر، ان هي تكون طولها كده 170. طبعا لو حد اعلى من 170 ممكن طبعا بس ما يبقاش اقصر ولا لا ما يبقاش اقصر الا على فكره في حاله ممكن ان هي تكون اقصر لو هي نازله موديلنج للصور هتتصور. يعني في بنات بيكونوا سيكشن، هو دايما الناس عارفين عارضه بيربطوها بعارضه الازياء بعارضه ازياء ما بيربطوش ان في عارضه فوتو، عارضه ازياء، عارضه اكسسوارز، عارضه، يعني في اشكال كتيره من العارضات. لكن الفكره الوحيده اللي عندنا هي فكره عارضه الازياء، لا هي مش دي الوحيده. بما انها عارضه ازياء يبقى 170 سنتيمتر ما ينفعش ان هي تنزل تبقى اقل من كده، ما ينفعش حتى لو 2 سنتي يعني يعني ممكن تكون تجاوزات بسيطة، لكن الأسر برضو حلو يعني مش وحش ساعات بنحتاجهم في بعض الموديلات يا سونيا. بنحتاج لهم في بعض الموديلات، ما بنبقاش عايزين الأجسام اللي هي يعني 100% مظبوطة، يعني بيبقى فيها شوية ايه استثناءات. حصلت معانا في الدفليل اللي فات انا وانتي، حصل معانا في الدفليل اللي فات فعلا. واكيد لاحظتي برضو يا مدام هالة ان الفترة الأخيرة ما بقاش حد يعني يربط نفسه بعارضة ازياء شكل معين، لا بقى ليها اشكال كتيره. ممكن مثلا اخر مره حضرتك طلبتي مني قلتي لي سونيا احنا مش عايزين عارضات مانيكانات، عايزينهم مليانين شويه. لا ما بيبانش عليهم الموديل على فكره، لأن يعني لان بتبقى كمان الفكره المهمه ان انت بتبقي عايزه تعرضي مثلا للمدامات، عايزه تعرضي للناس الامله شويه. طب الناس الامله شويه دي مش من حقها تلبس؟ اكيد من حقها تلبس. هنتكلم في حاجه بيرفكت، حاجه اساسيه، لا لازم تكون 170، وزنها ما يزيدش عن 70. زاد طبعا طولها هيبقى وزنها زياده بشويه، لكن الشكل الواضح دلوقتي احنا اتطورنا كتير، فبقى انه كل ديزاينر بتلعب بالشكل الستايل اللي هي عايزه تطلع بيه، الا لو طالعه بقى في ديفيلي ضخم مثلا في فرنسا، في الفور سيزون، في حاجه ضخمه يعني هيطلع بقى هيجي ناس فيها فاهمين وعارفين، يعني بتخاطبي بقى يعني ليفل تاني او مستوى تاني.
انا يهمني في الموضوع ده كله انها يبقى عندها حسن التصرف، يعني انها ممكن تبقى طالعه، يعني انا كمصممه ازياء يهمني انها عندها سرعه تصرف. يعني حصلت معانا مره انه كانت طالعه العروسه وبالطرحه ووقعت منها، فعلا هي ده حصل عرفت فعلا معايا. تتصرف وتستعمل الطرحه على انه كحركه عملتها، يعني موديل انه الطرحه وقعت منها بدون يعني انها، احنا اللي متفقين على كده، بس هي الحقيقه ان الطرحه كانت وقعت. فمهمة جدا بالنسبة لنا انها يبقى عندها حسن التصرف. وصايع معانا دلوقتي تاني، دي برضو بلوزه بلوزون باستيك برضو عند الوسط والتاي باس، بيدي برضو شكل البلوزون. الكم المره دي تروكار، يعني على اساس انه ما يعني ما يبقاش لا طويل قوي ولا قصير. دي عند الصدر فيها استيك حوالين الكتف وحوالين الصدر، تقدر تلبسها الممتلئه من عند الصدر ما فيش مشكله. فيها شريطين بتربطوا من قدام عشان اذا كنت هتنزليها شويه على الكتف او هتخليها على يعني مدريه الاكتاف. دي مطعمه شويه بالدانتيلات، يعني داخلها بعض الدانتيلات مع الكوسر. وطبعا اللون اللبني برضو من الالوان اللي بتليق اكتر على السمر، يعني النهارده انا متحيزه شويه للسمر عن البيض، بس البيض اسهل في حاجات كتيره يعني. فاللون اللبني برضو من الدرجات اللي بتمشي مع البشره الايه البرونزي شويه اكتر من البيض، بس برضو بينفع معاهم، بس بيبقى يعني باهت شويه، مش بيبقى بقوه السمر. ده بالنسبة للبلوزات. وبرضو دلوقتي هنشوف بلوزة تانية مع سارة.